تغمض عينيك تكون مرتاح. نطلب منك انك تتذكر انا راح نحكي لك القصه اوكي وانت راح تتذكر تفاصيل هذه القصه. طيب تعاود تحكيها لي. طيب يلا نغمضوا عينينا. نتخيلوا الان وكانه صالح هو معلم. اوكي دخل صالح للقسم. شنو صالح ما لقاش المحفظه تاعو، حزم الادوات تاعو داخل الخمار تاع الام. دخل ادواته في الخمار تاع الام، حطها فوق المكتب، فتح وجبد كتاب الرياضيات. فتحت كتاب الرياضيات، قفزت منه قطه، دارت في القسم، عملت ضجيج، صرخوا الاطفال، هربت مع الدرج مع السلم، طلعت في السلم، سقط بها السلم، طاحت في السطح منزل تاع الجيران. لقى طفل صغير في يده دل وأحمر، حبي صيد القطة، قفزت في البحر، البحر هذاك مخدوم من صلصة الطماطم، هذيك الصلصة تخرج من المصنع لأنه المصنع ينتج سيارات. الآن عاود حكي لي القصة نحكيها مع بعض. يلا ذكروا دائما للمشاهدين أنه هذه تتعلق بتجربة عن الذاكرة، عن الذاكرة، المشاهدين حتى يتشاركوا معنا ويلتحقوا بنا الآن يفهموا الموضوع. يلا معلم، غمض عينيك وحكيها. اوكي معلم، خمار، كتاب الرياضيات، فتح الكتاب الرياضي، اوكي فتح سلم، فتح كتاب، احكي لي القصه. احكي لي القصه. احكي لي القصه. طفل معلم، يعني صالح. صالح هو معلم. صح هو المعلم، راح للمدرسه، فتح المحفظه، ما لقاش كتاب. فاش دا الادوات في الحزمه تاع الخمار تاع الام تاعو، لما فتح ما لقاش كتاب الرياضيات. فتح كتاب الرياضيات. فتح كتاب الرياضيات. اوكي وشنو اللي خرج من كتاب الرياضيات؟ قط. قط خرج. قط. اوكي القط هذاك طلع في السلم، راح للسطح تاع منزل الجيران، ولقى طفل صغير ولا تبعوا طفل صغير ولا حاجه. فيها طفل صغير. فيها طفل صغير. فيها طفل صغير. واش كان عنده هذاك الطفل الصغير؟ عنده دلو احمر. اوكي الدلو الاحمر هذاك واش حب يدير به؟ عبالي بلي هنا يجيب بحر تاع صلصه طماطم. تعرف واش كان بيناتهم؟ حب يصيد القط. حب يصيد القط. اوكي القط واش دار؟ طاح في بحر تاع طماطم. اللون احمر. اللون هذاك خرج من مصنع تاع السيارات. السيارات. الان اعطيني قائمه. تجربة هذه دائما نذكركم انه لي العمل على الذاكره ديالنا. يلا الحاجه الاولى سي معلم، خمار، كتاب الرياضيات. لما فتحوا خرج قط. القط هذاك راح للسطح تاع سطح المنزل، سطح الجيران. درجة ضجيج ولا الضجيج في القسم ومن بعد ضجيج في القسم. اوكي عبالي بلي كاين ضجيج، ولكن هنا القط خرج من الكتاب الرياضيات، راح للسطح، سطح المنزل، طفل حبي طفل صغير حبي يجيبو، حبي يعني يصيدو. الطفل الصغير هذا كان في الدلو الاحمر، يعني دلو احمر. الاحمر هذاك صلصه الطماطم، صلصه الطماطم اللون تاعها احمر، خرج من المصنع، المصنع تاع السيارات. السيارات. نعاودوا نشوفوا كوشي الكلمات اللي حفظتها. هذه شفيت عليها، هذه كذلك، هذه كذلك، هذه كذلك، هذه فيها نوع من ما كانش تسلسل، السلم ما ذكرتوش، السطح ايه؟ سطح منزل. كذلك، طفل صغير، دلو احمر، بحر، نعم، صلصة طماطم، مصنع وسيارات. تقريبا عندك 13 كلمة من 14، وما نساوش انه الضغط تاع أول مرة ما نعرفش. ورانا على المباشر، يعني لازم نفكر في البرنامج. واش حبينا نقولوا من خلال هذا التطبيق؟ أنه الذاكرة لما يكون فيها قصة، لما يكون فيها متعة، لما يكون فيها ترابط، راح يشفى التلميذ على المعلومات اللي تلقاها. بينما لما تغيب المتعة ونعمل عليه ضغط على التلميذ ونقول له مثلا حاجه بالنسبه ليه نقولوا احفظها بالمنطق بالمنطق، واش راح يعمل الدماغ؟ يفرز كميات كبيره من الكورتيزون. هذا الكورتيزون اللي تكون سببها الضغط والتوتر تاثر على عمل الذاكره، وبالتالي هذيك الذاكره البسيطه اللي والقريبه اللي حفظ فيها التلميذ الدروس تاعو، بمجرد انه يدخل للامتحان يقول لك نسيت، رحت لي كامل المعلومات اللي كنت شافي عليها، غير خرجت ذكرتها. غير خرجت ذكرتها، لانه التوتر والضغط
راح يخليه ينسى هذه المعلومات. بينما أسلوب هذا القصة اللي فيها غرابة، اللي فيها متعة، اللي فيها تسلسل تشويق. المعلومات واش درنا احنا؟ درنا نسجنا سيناريو. هذا السيناريو عبارة عن صور متحركة، أحداث متحركة في صور. هذا الصور هي القالب اللي حطينا فيه، ولا فتحنا فيه شيء نسميه هذا القالب، حطينا فيه هذه المعلومات وبعد نحطوه في الذاكرة تاع الطفل، يروح هذا للذاكرة بعيدة المدى.